مدينة الدور، وهي مدينة من مدن محافظة صلاح الدين في العراق، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وفي الوسط تقريبا بين سامراء وتكريت، وتبعد عن سامراء شمالا بحوالي 30 كيلومتر، وجنوب تكريت بحوالي 25 كيلومتر، والمنطقة التي تمتد من بغداد وصولا إلى الموصل بمحاذاة نهر دجلة، حيث أن أغلب سكانها من التغالب مسيحيون عرب، وتكثر فيها الكنائس والأديرة. وعلى الأرجح الدير الوحيد التابع لهذه الكنائس هو الدير الذي بنيت مكانه الدور القديمة، ثم جاءت تسمية الدور من كلمة الدير بعد مرور حقبة من الزمن، وفي زمن الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بنيت الدور، وتطورت عام 232 هجرية، وسميت بالدور العليا حيث سكنها الكثير من العلماء والفقهاء والقرائين والنساخين، ومن القراء السبعة للقرآن الكريم. وورد اسمها دور عرباية، أي قلعة العرب، في الكتابات القديمة. أقيمت أكبر منطقة إروائية ماثلة على العيان من السبي البابلي، حيث يبدأ مجرى النهر الرصاصي، وفي خرائط الإدريسي أشار إليها بوادي العرب، ويوجد فيها جامع يرجع إلى العهد الأموي، وهو الجامع الكبير جامع عمر بن عبد العزيز. وتنقسم الدور بنفسها إلى قسمين، شرقي وغربي، وكل سكن الدور من العرب. أما عشائر الدور فمن أهمها عشيرة الشويخات، ويرجع نسب هذه العشيرة إلى جدهم الصحابي عمرو بن معد يكرب الزبيدي، واسم العشيرة نسبة إلى جدهم. عشيرة المواشط، وهي عشيرة تقطن مدينة الدور وكذلك سامراء في العراق، يرجع نسبهم إلى الشيخ السيد محمد الخلي. أما عشيرة البحيدر، تنتسب هذه العشيرة إلى قبيلة طيء القحطانية، ويقول الشيخ محمد الفياض يرجع نسب البحيدر إلى الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي.